بمناسبة الافتتاح الموسم نشاط 2022-23 قمنا اليوم بأبواب مفتوحة على نشاطات متواجدة على مستوى المركز، نشاطات رياضية ونشاطات ثقافية بالتنسيق مع الجمعيات الناشطة على مستوى المؤسسة. اليوم قمنا بالمشاركة في النشاط اللي نظمته مركز السلية العلمية باب الدزاير اللي هو أبواب مفتوحة على المركز. المركز وش فيه نشاطات؟ من بين النشاطات اللي فيه احنا كجمعيات تاع مسرح جينا شاركنا بالبهلوان بليكلون هنايا. جمعية رياضية جاسر جيم هنا ولاية البليدة. جينا اليوم باش نديروا استعراض افتتاح الموسم الرياضي 2022-2023. هكذا جبنا البراعم تاعنا والاساغر وجبنا لي كادي ولي جينيور. هذا بفضل الله الحمد لله رياضة جيجيتسو معروفة دوليا. هكذا الرياضة تاعنا باش بمناسبة افتتاح الموسم الرياضي لعام 2022 جينا نعرفوا على رياضتنا ونوسعوا ثقافة الرياضة في الجزائر. بسم الله، بمناسبة الافتتاح الرياضي الأولمبيك المصارعة رانا واقفين مع ذلك كما علمونا احنا ذلك الرجال رانا نعلموا في الاطفال تاعنا ان شاء الله يافونسيو ويكون مستقبل ان شاء الله زال براعم ان شاء الله. رياضة المصارعة هذه مدينة البليدة الرياضي البليدي ان شاء الله بربي نفتحوا قاعة رياضية هنا جديدة وللأطفال ومناسبة افتتاح الرياضي العام الجديد ان شاء الله، وان شاء الله يكون عام علينا بخير.